بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بيتكم، البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة خلال الأسبوع اللي فات أو يوم الخميس وامبارح في مباراة أمس، النادي الأهلي لعب مباراتين، لعب يوم الخميس مع نادي الإسماعيلي وتعادل، وامبارح لعب مع نادي إمبي وفاز. طيب قبل ما نتكلم عن كل الأمور اللي عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم، وقبل ما نشوف أي حاجة، وقبل ما نتكلم عن أداء النادي الأهلي في هذه المباريات وعن ماذا حدث خلال الأربع أيام اللي فاتوا، مهم جدا أن أنا أسمع حضراتكم تصريح قاله كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ قال تصريح مهم جدا، خلينا نسمعه طبعا من خلال قناة النادي الأهلي. خلينا نسمع هذا التصريح لأن هنبني عليه أشياء كثيرة جدا. نسمع هذا التصريح ونرجع نكمل مع حضراتكم. الفترة اللي جاية الحقيقة مهمة جدا لجمهور النادي الأهلي، لابد يكون في دعم كبير جدا للمرحلة، لأن في أمل كبير حتى آخر دقيقة في بطولة الدوري العام، في أمل لفريق النادي. أنت لسه بقول لك فاضل أربع مباريات فيها كتير جدا جدا من المفاجآت. يمكن يعني لو في حد ممكن تتكلم معه هو نفسك، يعني أنت في فترات كتيرة جدا فقدنا فيها نقاط ما كانش ينفع إن احنا نفقدها خالص السنة دي يعني، لكن هي دي كورة يعني، زي ما بتغيب ممكن ترجع لك يعني، فوضع طبيعي جدا إن أنت تتعامل. المهم أنت يعني تمشي في الطريق بتاعك يعني، هنمشي في الطريق ده، هنكملهم بإذن الله تعالى، وإن شاء الرحمن ممكن المباراة المتلاحقة والقريبة من بعض دي تبقى فيها حاجات كتيرة. المهم إن أنت يعني تكمل في طريقك أنت يعني. الدوافع موجودة كابتن سيد بالتأكيد، لكن مردود الجلسة مع كابتن محمود الخطيب وصلت للعيبة إزاي مع فريق النادي الأهلي؟ يعني زي ما أنا قلت يعني في الأول والآخر مباراة متلاحقة جدا جدا، ويعني ورا بعض بشكل كبير قوي. إحنا خدنا الكثافة الأعلى في كل حاجه، في وانا يمكن قلنا ونبهنا في شهر رمضان احنا فقدنا 10 نقاط في شهر 10 كامله من سموحه والزمالك والمحله والجونه لو تفتكر، لعبنا في عدد مباراه في عدد ايام ما فيش فرقه في العالم لعبتها خالص يعني، وبنكمل برضو لحد دلوقتي في بنفس النهج يعني، مش وقته الكلام ده خالص يعني، لكن في النهايه يعني بقوا مع ذلك ما بديش مبرر لو في اي حاجه في الاول والاخر بقى بتلوم نفسك يعني، لكن انا مصمم ان ممكن كره القدم فيها 360 دقيقه زي ما قلت، فيها اربع مباريات بتحمل كتير جدا من المفاجات والافعال يعني. خلينا بس نمشي في طريقنا، عندنا مشوار يوم الثلاث مع طلاء الجيش، ثم المصري، ثم الجونه، وبعد كده هنختم باسوان. كابتن سيد عبد الحفيظ قال كلمه مهمه جدا، لا تلومن الا نفسك. هو فعلا احنا لن نلوم الا انفسنا كجمهور وكاعلام وكجهاز فني وكلاعبين، كل حد، كل المجموعه، كل المنظومه. الحقيقه ما حدش هيلوم حد غير نفسنا، احنا دايما كده، احنا كأهلاوية متعودين على كده، ان احنا لما يحصل اي حاجه ما بنبصش للي جنبنا، او ما بنبصش للي ورانا، انا اسف، للي ورانا مش للي جنبنا، ما بنبصش للي ورانا لان اللي ورانا بعيد جدا 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 عن ان احنا نبص له. صدقوني يا جماعه مش عايزين حد ياخدنا لسكه ان احنا بنتنافس مع حد خالص، احنا بنتنافس مع انفسنا ومع ريال مدريد، مع انفسنا ومع ريال مدريد، ما بنتنافس مع حد تاني. صدقوني يا جماعه الكلام اللي انا بقوله لكم ده لانه حضراتكم عارفين قبل مني، وانا اتعلمت الكلام ده من جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دايما بيخلينا نبص لقدام، عمرنا ما بنبص لورا، عمرنا ما بنبص لورا، لان ورا ده بعيد بعيد خالص، مش قريب يعني، مش قريب منك حتى ضعفين او ثلاث اضعاف. فانت لما تيجي تبص لازم تبص للي قدامك عشان طموحك يوصل للي انت عايزه. احنا عايزين ناخد الدوري، عايزين ناخد الدوري، فقدنا نقطتين، وقد نكون او لاعبين كانوا سبب، او الجهاز الفني كان سبب، او حتى مساندة الجمهور كانت سبب، او حتى احنا كنا سبب، ما عندناش مشكلة خالص. ولكن هل بس دي العوامل اللي افقدتنا في مش هتكلم عن مباراة الاسماعيلي بس، ولكن انا هتكلم على اللي قبل كده كمان. تخيل حضرتك ان احنا فقدنا 10 نقاط بسبب الظلم التحكيمي، 10 نقاط بسبب الظلم التحكيمي بس، هو ده اللي انا هقوله. العشر نقاط دول لو انا نايم في البيت كنت زماني خلصت، كنت زماني خلصت. 10 نقاط فيهم ظلم تحكيمي بين وواضح. احنا بالمناسبه ما عندناش اي مشكله مع اي حد، بالعكس كل الناس على دماغنا من فوق ومحترمين جدا وما عندناش اي مشكله، ولكن في النهايه حضرتك لما تيجي تتكلم، انا بتكلم على بعض من لا يشجع النادي الاهلي، حضرتك لما تيجي تتكلم وتقول اصل الملعب ده ملعب، لا، افهم الكلام الاول واعرف انت بتتكلم على مين. انت لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي اعرف ان النادي الاهلي لا يملك ان هو يروح يلعب في الاسماعيليه، مش بمزاجه.
نادي الاهلي ما عندوش مشكله يلعب في اي حته في العالم ما عدا مكان واحد، لكن اي حته في العالم ممكن نلعب فيها ونلعب اي فريق في العالم، ما عندناش اي مشكله وما بنقلقش من حد وما بنقلقش خالص من الكلام اللي بيحصل حوالينا او ان احنا فقدنا نقطتين في وقت صعب. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنلوم انفسنا، عمرنا ما هنبص ونقول اصل بص اللي حصل ايه وبص اللي شاف ايه وبص مين عمل ايه وبص مين فوت ايه وبص مين ما فوتش ايه وكلام اللي عمرنا ما هنقول الكلام ده. النادي الاهلي اكبر من هذا الكلام بكتير بكتير. فاحنا بالعكس ده احنا بنلوم بعض، احنا واحنا قاعدين مع بعض كده احنا كنا لازم ندوس في الحته دي شويه علشان الفرقه تبقى واقفه اكتر من كده احنا مع بعض لما بنيجي نتكلم كاعلام النادي الاهلي. فبالعكس احنا دايما باصين لنفسنا ما بنبصش لحد تاني لان الحد التاني ده بعيد بعيد قوي. فصدقوني كل الكلام اللي بيقولوه كل الكلام اللي بيعملوه وده يطلع من هنا يقول كلمتين وده يطلع من هنا يقول كلمتين احنا ما بنحبش نرد على الكلام ده لانه بعيد. صدقوني احنا في حته وبقيه الانديه في حته تانيه خالص. دي حقيقه بالمناسبه وحقيقه بالارقام، مش مجرد كلام احنا طالعين نقوله على الشاشه عشان لا خالص. احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده انا ممكن اجيب لحضرتك ارقام تقول لك النادي الاهلي ده فين وبقيه الانديه فين. تخيل حضرتك ان انت كنت بتاخد الدوري رقم 12 او 13 مثلا في 76 اعتقد او في 77 حاجه كده انا مش فاكر يعني بعيد. 76 كنت انا لسه مولود، انا عندي 45 سنه كنت لسه مولود سنه 76 دي الدوري 13. فتخيل حضرتك هل الكلام اللي انا بقوله ده معناه ان احنا مش هنفكر في الاربع ماتشات اللي جايه؟ لا 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 خالص. الاربع ماتشات اللي جايه حياه او موت بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي وجمهوره وجهازه الفني ومجلس ادارته. هنموت نفسنا وهنفضل نجاهد لغايه اخر دقيقه لان انا متاكد يعني مش عارف عندي احساس داخلي كده عايز اقوله او عايز اتكلم فيه مع حضراتكم ان لا الموضوع مش بعيد خالص خالص. احنا عندنا لعيبه قد المسؤولية، عندنا جهاز فني قد المسؤولية، دلوقتي بيخبطوا في اللعيبة وفي الجهاز الفني علشان يقعوا ماتش كمان أو يحصل لا قدر الله حاجة تانية. ولكن ده مش هيحصل، عارف حضرتك ليه؟ لأن ورانا جمهور الأهلي. الجمهور اللي بيقف ورانا في كل حاجة وفي كل حتة. تخيل حضرتك إن أنت فقدت 10 نقاط بسبب التحكيم. بسبب أخطاء التحكيم، أنا آسف لأنه كلهم حكام محترمين وكأشخاص على دماغنا يعني، لكن أنا بتكلم فيهم كأخطاء حصلت كلفت النادي الأهلي 10 نقاط أو يعني 10 نقاط. تخيل حضرتك إن أنت بتفقد 10 نقاط لو كنت خدت ال 10 نقاط دول وكلها حاجات واضحة وصريحة، ومش إسلام بس ولا جمهور النادي الأهلي بس اللي بيقولها، لا كل خبراء لعبة كرة القدم في مصر خلال الفترة اللي فاتت اتكلموا على شوية الحاجات اللي أنا هتكلم مع حضراتكم فيها. تخيل وهنوريها لكم، هوريها لحضراتكم. ولكن تخيل برضو قبل بس ما أوري لحضراتكم الأخطاء التحكيمية اللي حصلت، إن خلال الفترة اللي فاتت النادي الأهلي في خلال 30 يوم لعب 10 ماتشات. 10 ماتشات، وأنا هقتبس هنا كلمة موسيماني اللي قالها امبارح، أنا عندي استعداد أكون مجهد وتعبان وكل حاجة واجي على فرقتي شويه، انا كجمهور او انا كجهاز فني اجي على فرقتي شويه على لعيبتي شويه علشان اخد كل البطولات باحسن ما اقعد في البيت اتفرج على النادي الاهلي وهو بيتوج بالبطولات اللي خدها. وهقول لحضراتكم البطولات اللي احنا خدناها السنه دي ايه، وهقول لحضراتكم قد ايه اللاعبين دول تعبوا جدا والجهاز الفني تعب جدا ومن وراهم مجلس اداره واداره كوره تعبوا جدا، وقبل كل دول جمهور كان بيساند ويشجع النادي الاهلي في كل حاجه وثقتهم كبيره جدا جدا في كل اللاعبين، وهتفضل ثقتهم دي موجوده لغايه اخر وقت، لغايه يوم 27 اللي هو اخر مباراه هتتلعب في الدوري العام المصري. لا قدر الله ما خدناش الدوري هنبص في اللي بعد كده، احنا مش النادي الاهلي اللي بيقع. احنا عندنا سوبر افريقي بالمناسبه، عندنا سوبر افريقي ب 26/9، وعندنا كاس عالم للانديه في ديسمبر، وعندنا دوري ابطال اوروبا دوري ابطال افريقيا ال 11، انا كل شويه بقول اوروبا فيا مسهل، وعندنا سوبر محلي، عندنا حاجات كتيره جدا نقدر نقولها، وعندنا وكاس مصر اذا 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 اكتمل، فعندنا لسه حاجات كتيره جدا. طب يا عم اسلام هو معنى الكلام اللي انت بتقوله ده ان احنا فقدنا الامل؟ النادي الاهلي وجمهوره ولاعبيه وجهازه الفني لا يفقد الامل اطلاقا. ولكن انا برد على
كل الحاجات اللي بتحصل خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، أصل مش عارف إيه وأصل بيحصل إيه، لأ قول زي ما أنت عايز واللي أنت عايز تعمله أعمله. أنت في الآخر بعيد، أنا مش شايف والله العظيم، أنا ما شايفك والله ما شايفك، أنت بعيد خالص، أنت بعيد في يعني بقولك 76 أنا كنت لسه ما اتولدتش، 76 ده أنا كنت لسه ما اتولدتش. يا جماعة أنا لعبت في النادي الأهلي 5 سنين، خدت 5 دوري، 5 دوري ورا بعض ما خسرتش. بلاش أنا، في ناس في لاعبين خدوا دوري أكتر من أندية. فيا جماعة إحنا أنتوا بتتكلم يعني الناس اللي بتتكلم دي هي شايفة إن هي بتتكلم صح، ولكن أنا عارف إن جمهور الأهلي لما بيجي يتفرج على الناس دي وهي بتتكلم سواء في الإعلام أو في المواقع أو على تويتر أو على هنا أو على هنا، أنا عارف الناس دي بتقعد تضحك، لأنه أو جمهور الأهلي يعني بيقعد يضحك لأنه الفرق كبير وواضح، ويعني يعني حاجة حاجة يعني من أول الاستوديو لآخره، لا مش من أول ده، من أول القاهرة لآخرها فرق كبير جدا هنقدر نتكلم فيه. فتخيل حضرتك مضغوط في 10 ماتشات ومع ذلك بتلعب، لأن مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط ادوا كلمة قالك احنا هنلعب، أجلوا لنا وهنلعب، ما عندناش مشكلة. وبالتالي الالتزام بالكلمة هو شعار مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة الكرة في النادي الأهلي. فخدوا بال حضراتكم، احنا هنفضل نموت نفسنا وهنفضل كلاعبين يعني هيفضلوا يموتوا نفسهم وهيفضلوا مصرين على ان الدوري ده 43 ان شاء الله يكون في عندنا، ان شاء الله هيكون عندنا. احساس، انا عندي احساس بكده وثقة. ليه؟ من ثقة كل الأهلوية. كل ما انا ببقى هنا 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 الاقي الناس كلها تقول لي ايه كابتن اسلام ان شاء الله الدوري عندنا، ان شاء الله الدوري عندنا. طب امال ايه، امال ايه شويه الكلام اللي بيتقال وشويه الحواديت اللي بتتعمل والناس اللي بتطلع تتكلم وتقول، محدش يهرز ثقتك في فرقتك ابدا. انت عندك فريق في خلال سنه، في خلال سنه اقول لحضراتكم جاب ايه، ولا نشوف اخطاء التحكيم الاول زي ما انتوا عايزين. هقول لحضراتكم فريقنا النادي الاهلي حصل على ايه من السنه اللي فاتت او خلال عام فات لغايه دلوقتي. النادي الاهلي في اغسطس 2021 عمل ايه؟ في اغسطس 2020 الاهلي حسم لقب الدوري العام المصري رقم 42 قبل نهايته طبعا بكذا اسبوع. طيب نوفمبر 2020، انا بتكلم عن نوفمبر 2020، يحقق لقبه الافريقي التاسع بالفوز على نادي الزمالك بالقاضية، الكلمة الشهيرة اللي كل جمهور النادي الأهلي بيحبها القاضية، ممكن في 2020 نوفمبر 2020. طب ديسمبر 2020 النادي الأهلي بيحقق لقبه رقم 37 لكأس مصر، 37 لكأس مصر، ده القاضية اهو امام حضراتكم. فالنادي الأهلي في 2020 في ديسمبر 2020 بيحقق اللقب رقم 37 لكأس مصر. طيب النادي الأهلي خلى جمهوره يستريح يناير بس، يناير بس، وبعدين جه فبراير 2021 عمل ايه؟ اللاعبين اللي امام حضراتكم دول عملوا ايه؟ حققوا برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ النادي الأهلي، برونزية كأس العالم في فبراير، ريحوا مارس وابريل لان ما كانش فيه بطولات في مارس وابريل. جه في مايو النادي الاهلي يحقق لقب السوبر الافريقي السابع، انا اسف العاشر، السوبر الافريقي السابع، معلش الارقام دخلت في بعض. في مايو 2021 النادي الاهلي بيحقق لقب السوبر الافريقي السابع، مش الاول، السابع. طيب في يوليو 2021 النادي الأهلي يحقق لقبه الإفريقي العاشر، دوري أبطال إفريقيا رقم 10، وإن شاء الله نبحث عن 11 خلال الفترة اللي جاية. فتخيل حضرتك أنت في أغسطس ونوفمبر وفي ديسمبر وفي فبراير وفي مايو وفي يوليو حضرتك بتاخد بطولات، كل البطولات اللي أنت خدتها خلال هذا الموسم كلها
واضحة وصريحة للكل. ست بطولات في سنة ميلادية كاملة، من السنة من أغسطس السنة اللي فاتت لأغسطس السنة دي. ثلاثة قاري واثنين محلي. وبرونز عالمي، يعني عندنا كوكتيل. فحضرتك قول زي ما أنت عايز. والله ما ببص لك، صدقني، والله العظيم ثلاثة ما ببص لك ولا أعرف أنت بتعمل إيه. ولا يفرق معايا أنت بتقول إيه. مهما تقول أنا عندي جمهور واقف في ظهري وعارف كويس جدا إن أنا خدت ست بطولات خلتني أبقى الأول في التصنيف، وهتكلم عن الموضوع ده بعد شوية، الأول في التصنيف في أفريقيا. وبعدها مش عارف الترجي والوداد والرجاء، وبعد كده أعتقد نادي الزمالك من مصر رقم 5 أعتقد أو 6 حاجة كده يعني. الزمالك 5؟ طيب الزمالك 5 بعد ما زيمبي والترجي والرجاء والوداد. الأهلي طبعا رقم 1 لأنه الكبير. وخلي بال حضراتكم ده فارق نقاط كبير جدا في هذا التصنيف. فأنا في حتة واللي بعدها في حتة بعيدة خالص. ف كل دي نقط بالمناسبة، بس يعني ربنا يدينا العمر يعني ونستخدمها، مش احنا، هيبقى أجيال بعدينا تستخدم هذه النقاط في القرن ال21. النادي الأهلي بطل القرن اللي فات 20، هنشوف بقى القرن ال21 هيحصل فيه ايه كمان. من الواضح ان الفارق كبير جدا في هذا، حتى لغاية دلوقتي في ال20 سنة وال21 سنة اللي فاتوا دول. فأنا كل ما اجي اتكلم بتلاقي بطولة هنا وبطولة هنا، بقول لحضرتك في سنة انت خدت ست بطولات في ست شهور، يعني في نوفمبر وديسمبر وأغسطس ونوفمبر وديسمبر وفبراير ومايو، يعني انت كل شهر ولا شهرين بتخلي جمهورك يفرح ويتبسط. عمرنا ما قلنا تعشت، الحمد لله تعش، ما عندناش الكلام ده. احنا ما عندناش ان هي احنا الحمد لله بنتعشى كل يوم وبنظبط وكل حاجة. فاحنا عمرنا ما بنعمل كده، بس احنا دايما جعانين طموح وبطولات، طموح حقيقي وبطولات. طموح حقيقي وبطولات، هو ده النادي الاهلي. عشان كده الناس زعلانه قوي ان احنا خسرنا البونتين بتوع الاثنين، البونتين بتوع النادي الاسماعيلي. وعمرنا ما هنقول حاجه، في الاخر قلنا ايه؟ زي ما حضراتكم سمعتوا من كابتن سيد عبد الحفيظ، مش هنلوم غير نفسنا، احنا فقدنا نقاط. ولكن يا كابتن سيد برضو احنا فقدنا نقاط، ومش هنلوم غير نفسنا، ولكن التحكيم او الاخطاء التحكيميه كان لها سبب واضح وصريح في خساره بعض النقاط. هات لنا سمير النقاط اللي انا بتكلم عنها. هبدا الاول بالبنك الاهلي. مباراه البنك الاهلي هدف صحيح 100% وملغي للنادي الاهلي في هذه المباراه. برضو مش انا اللي بقول، خبراء التحكيم اللي حضراتكم بتسمعوهم في كل الاستوديوهات وفي كل حته هم اللي قالوا هذا الكلام ده. حتى الحكم ادى وبعدين راح شاف الفار ورجع تاني. ماشي، ايه تاني عندنا؟ ضرب جزاء غير محتسبه وهدف ملغي في نادي في مباراه الاهلي ضد بيراميدز. اقعد احسب النقط بقى حضرتك ورايا كده وشوف، شوف احنا النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكيميه. تخيل حضرتك ان ده ما اتحسبش هدف، تخيل ان حضرتك ان ده ما اتحسبش هدف، تخيل. وكابتن جهاد جريشه البونديالي الحكم المفروض اللي هو رقم 1 في مصر برضه بالارقام وبالمباريات اللي حكمها، ولكن للاسف خطا تحكيمي واضح جدا في هذه المباراه، افقدنا نقطتين. وبعدين في المباراة نفسها كان في ضربة جزاء، بعد كده ضربة جزاء غير محتسبة اهي. اتفضل حضراتكم شوفوا وقولوا لي برضو، يمكن انا بزود ولا بقول اي حاجة. اهو خد رجله وبعد كده خد الكورة ولم تحتسب ركلة جزاء. فيعني ضربة جزاء كمان غير محتسبة قدام نادي غزل المحلة بتاعت محمد هاني، اهو اتحسبت واحده زيها قريب لنادي من الانديه، والله ما انا فاكر مين، لكن اتحسبت واحده زيها بالظبط قريب، ده ركله جزاء للزمالك للجزيري في ماتش الاتحاد. اتفضل حضرتك، ركله جزاء لم تحتسب وهزم النادي الاهلي في هذه المباراه بهدف مقابل لا شيء. 3 نقاط وهناك عندنا 4، دي 7 نقط. 7 نقط
ايضا ركله جزاء صحيحه قدام نادي الزمالك ولم تحتسب. بعد كده خلينا نروح في اللي بعد كده برضو. في مباراه الاسماعيلي ركله جزاء لم تحتسب. احسب بقى النقط، احسب. ده باعتراف كل الناس بالمناسبه، مش الكلام ده، ده غير الحاجات، الحالات اللي احنا بنتكلم عنها، غير الحالات اللي احنا شايفينها عندي هنا، عندنا هنا في القناه وفي كل القنوات الاخرى في خبراء بيتكلموا في حالات تانية، ولكن انا بتكلم على الحالات اللي كل الناس اتكلمت عنها. امبارح على الرغم من ان انت كسبان وكسبت 2-0، ولكن بص حضرتك امبارح، طيب انا راضي ضمير حضراتكم، انا راضي ضمير طبعا بعض من لا يشجع النادي الاهلي، انا عايزهم يتفرجوا على الكوره دي. هل دي مش ركله جزاء ولا ايه؟ حضرتك قول لي يا عم اسلام، ما انت كسبت 2-0 خلاص، النادي الاهلي كسب 2-0. لا حضرتك، ما هو في مثل هذه الامور صعب جدا جدا جدا، ما انا ممكن كانت النتيجه تبقى 0-0 وايده مكبره جسمه زي ما خبراء التحكيم بيقولوا، مش انا اللي بقول برضو. تخيل حضرتك ان اللقطه اللي امام حضرتك دي لم تحتسب ركله جزاء لصالح النادي الاهلي، اخطاء تحكيميه، عد بقى معايا، انا بتهيألي اكتر من 10 نقط. فحاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها، وزي ما حضراتكم شايفين انا ما بتكلمش من جيبي ولا من لا، انا بتكلم مع حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين كده الصوره ورد الناس عليها وتعليق الخبراء عليها. لكن هل هذا الفريق مش محتاج مساندة في الأربع ماتشات اللي جاية؟ هل الدوري انتهى لصالح نادي الزمالك؟ لا، أنا بقول لحضرتك وأتمنى، أنا عارف إن كل جمهور النادي الأهلي، طب يا عم إسلام أنت جايب الثقة دي منين؟ أنا جايبها من حضرتك، من حضراتكم. حضراتكم اللي بتدوني الثقة دي، أنا وغيري، أنا وكل لاعبي النادي الأهلي وكل الجهاز الفني للنادي الأهلي، أنا هعمل اللي عليا لغاية يوم 27 الساعة 11 بالليل. اللي هو اخر مباراه 9 ل 11، يعني تخلص 11 للساعه 11 بالليل، اقدر اقول لحضرتك ان الدوري في الاهلي ولا مش في الاهلي. غير كده انا لا افقد الامل، ولا جمهور النادي الاهلي بيفقد الامل، لان محدش عارف. وزي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال، هل بكره او المباريات المتلاحقه دي ممكن يحصل فيها حاجه؟ ممكن جدا جدا يحصل فيها حاجات، مش حاجه واحده. احنا شفنا في الكوره عجب العجاب، نادي الاهلي تعادل هنا مع الصفاقسي 1-1، مانويل جوزيه بحركه واحده بس حرك لف الموضوع على الصفاقسي ورحنا كسبنا هناك 1-0، وخدت بطوله دوري ابطال افريقيا بقى، مش حاجه تانية. انا عارف اصلا ان الدوري مهم جدا جدا لجمهور النادي الاهلي، وعمرنا ما هنفكر في حاجه تانية، هنفكر في الاربع مباريات القادمه. عندنا مباراه يوم الثلاث مع طلاع الجيش، بعد كده يوم الجمعه مع المصري، بعد كده بقيه المباريات ثلاث وجمعه، بعد كده ثلاث بعد كده مع الجونه، واخر مباراه مع اسوان يوم الجمعه. يوم الجمعه الساعه 11 نلتقي ان شاء الله، ابقى انا مع حضراتكم يوم الاحد اللي بعده ان شاء الله. ان شاء الله نكون بنحتفل بالدوري يا رب ان شاء الله. لكن لو ما احتفلناش ايه اللي يحصل؟ الفريق ده أو مجموعة اللاعبين اللي موجودين معانا ياما فرحونا، يستحقوا مننا كل تقدير وكل احترام، يستحقوا مننا كل مساندة. عندنا، هل اللي أنت بتقوله ده تبرير ودفاع عن اللاعبين؟ لأ، عندنا أخطاء وواضحة لكل الناس، واضحة للجهاز الفني بيحاول يحلها، لأن بس ما فيش وقت، كل يومين ثلاثة مباراة، فبيحاول يتكلم عفوا بيعالجها بشكل أو بآخر، بالكلام أكتر من التمرين، لأنه ما فيش وقت. أنت بتلعب الجمعة وبعدين تلعب الثلاث، تلعب السبت وبعدين تلعب الثلاث، يعني انت لعبت السبت وهتلعب التلات. ما عندناش اخطاء؟ لا عندنا اخطاء، عندنا 100%، ما فيش فريق في العالم ما عندوش اخطاء، ولكن المسانده واجبه خلال هذه الفتره، خلال الاسبوعين اللي جايين دول، اسبوعين مسانده بكل ما تحمله هذه الكلمه من معنى. كل اللاعبين اللي موجودين احنا في ظهركم، احنا واقفين معاكم. ضرب الجزاء دي يا عم سمير، يعني مش ممكن ضرب الجزاء دي يا جماعة ولا مش ضرب الجزاء؟ دي حاجة كده من ضمن الحاجات اللي بنطلعها واحنا شغالين. الماتش خلص تعادل على فكرة، يعني فقدنا نقطتين. هل ده معناه والمنافس بالمناسبة خد نقطة في كرة، في لعبة زي دي أو في مباراة زي دي؟
كنت ممكن جدا تخلص 2 وتاخد 3 انت نقاط والمنافس ما ياخدش نقطه. فالحقيقه هل ده معناه ان احنا ما عندناش اخطاء ولا ان احنا بنبرر ولا لا؟ خالص والله، انا بوري بس حضراتكم حاجات بسيطه جدا يستحق جمهور الاهلي ان هو يشوفها وعارفها كويس جدا، عارفها كويس جدا. في مباريات يعني كارتيرون لما طلع المدير الفني لنادي الزمالك لما طلع اتكلم قال لك مباريات وديه، حضرتك لما كنت بتتكلم تقصد مبارياتك انت؟ اكيد، لان احنا شفنا مباراه وديه، ما شفناش مباراه ولسه واللي جاي كمان. ولكن كل الناس ناس كل الانديه انديه كبيره وانديه محترمه، لما حضرتك تيجي تتكلم لمستر كارتيرون هو بيقول ان الاهلي فاضل له ماتشات بقيه ماتشاته هي اللي وديه، لا ده بينطبق عليك انت مش على النادي الاهلي. الناس بتلعب النادي الاهلي بدوافع اخرى، واعتقد كانت واضحه في مباراه الاهلي والاسماعيلي والاسماعيلي والزمالك. هو مش انا اللي بقول، برضه في ناس كتيره بتقول هذا الكلام، بعض منهم رموز من نادي الزمالك قالوا هذا الكلام، قالوا ان يعني في مباريات الاهلي بيبقى ليها دوافع تانية للانديه الاخرى يعني. وبالتالي لما حضرتك تشوف لما تيجي تتكلم وتقول ان النادي الاهلي هيلعب مباريات وديه، انا عارف ان انت عايز تصدر ضغط وعايز وعايز وعايز، ولكن ما هو نفس الكلام بينطبق عليك وواضحه بقى، ده في الملعب واضحه على الاقل. وسبحان الله في مباراه الاهلي والاسماعيلي، ويمكن الكابتن حسني عبد ربه اتكلم في هذه النقطه، في مباراه الاهلي والاسماعيلي النادي الاسماعيلي 90 دقيقه اللاعبين كلهم بيجروا في كل حته وبيموتوا نفسهم في كل مكان، ومستوى رائع جدا للنادي الاسماعيلي. في مباراه الزمالك لانه مشوار طويل جدا وفارق ايام قليل جدا ما بين المباريات، وده اللي احنا اتكلمت فيه مع حضراتكم قبل كده. فالحقيقه لما تيجي تبص على الموضوع كله من الاول للاخر، مسانده هتفضل موجوده مننا، واعتقد من كل جمهور، مش اعتقد انا باجزم ان كل جمهور النادي الاهلي هيقف ورا فريقه خلال الاربع مباريات القادمه، لانه في النهايه احنا ان شاء الله مش هنبص لاي حد ولا هنبص لاي حاجه غير في نهايه الدوري ان شاء الله يوم الجمعه 27 الساعه 11 بالليل، ساعتها هنشوف، ده هيبقى واقع الا لو حصل حاجه قبل كده، فده هيبقى واقع قدامنا هنعمله. وافتكر حضرتك ان في حاجات حصلت قبل كده ودت النادي الاهلي وجمهوره لما خرجنا من البطولة الأفريقية في دور الثمانية قبل كده، حصلت حاجات كتيرة جدا جدا رجعت الفريق للمسار بتاعه طبيعي تاني من بعدها. الحمد لله لغاية دلوقتي تقريبا 90-95% من البطولات اللي بيخشها النادي الأهلي بياخدها، 90-95% من البطولات النادي الأهلي بياخدها. فعلشان كده اللي بقوله لحضرتك لكل جمهور النادي الأهلي، لا تلتفت لكل الناس اللي عماله تتكلم اللي هم بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وهم قليلين بالمناسبه، خد بال حضرتك وانت بتتكلم او بتسمع دول قليلين، هم 4-5 بيتكلموا، واحد بيطلع هنا واحد بيطلع هنا واحد بيطلع هنا، واحد على تويتر واحد على شاشه وواحد تاني على شاشه تانيه بيطلعوا يتكلموا. الكلام كله كده لما تاخده هتبص في الكلام وهتقعد تضحك، هتضحك بس لانه في خلال عام ميلادي كامل النادي الاهلي حصل على 6 بطولات تقريبا، كل شهر بطوله او كل شهرين بطوله. فجمهور الاهلي هيفضل سعيد، وجمهور الاهلي عندنا طموح، مشروع طموح حقيقي، مشروع ان احنا ناخد الدوري رقم 43 زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ بيؤكد وقال ان احنا هنحاسب نفسنا وهنتكلم مع نفسنا. ايوه هنعمل كده، اللاعبين بيتكلموا. هل اللي انا بقوله ده ما تيجي تتكلم مع اللعيبه تسالهم، لكن انا عارف ان احنا قصرنا وانا عارف ان احنا عملنا، ولكن احنا بنحاول نبذل اقصى مجهود لينا عشان نفرح. والله يا جماعه انا الكلام ده بسمعه من كل اللاعبين، اللاعبين كلهم نفسهم يفرحوا حضراتكم، الجهاز الفني نفسه يفرح، يقول لك جمهور الاهلي، جمهور الاهلي هو اللي انا عايز افرحه. فاحنا دورنا خلال هذه الفتره المسانده خلال الفتره اللي جايه بكل ما تحمله هذه الكلمه من معنى، المسانده. سيبكم بقى من اللي عمال يطلع يقول كلمتين ويتنطط هنا ويتنطط، سيبكم الكلام ده، احنا موجودين علشان نرد على مثل هذه الامور، ولكن كل حاجة في وقتها وهنرد في وقتها زي ما بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي. فالنادي الأهلي أكبر مش بالكلام ولكن بالأرقام وبالحقائق وبكل شيء. زي ما قلت لحضراتكم
امور كثيره جدا جدا بتحدث خلال هذه الفتره، وان شاء الله ان شاء الله يوم الثلاث احنا هنبص على مباراه يوم الثلاث فقط، مش هنبص على الثلاث ماتشات اللي بعد كده، هنبص على مباراه يوم الثلاث. اللي هيحصل في مباراه يوم الثلاث ربنا يكرمنا ونقدر نكسب طلائع الجيش، واحده من الفرق المحترمه جدا فريق طلائع الجيش، معاهم مدير فني محترم كابتن عبد الحميد بسيوني، لاعبين هيركزوا في هذه المباراه، هيبصوا على ان المباراه دي هي لو كسبناها هناخد الدوري، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هذه المباراه، وبعد كده ننتقل للمباراه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وبعد كده عندنا سوبر افريقيا يا شباب، وبعد كده عندنا بطوله افريقيه رقم 11، وعندنا دوري جديد، وعندنا كاس القديم لسه، وبعد كده نشوف الجديد. عندنا بطولات كتيره جدا جدا قادمه، ولكن سيظل الجهاز الفني لنادي الاهلي ولاعبيه هيقاتلوا لغايه اخر ثانيه في عمر الدوري العام المصري، لأن الكل يحلم بالدوري رقم 43. إن شاء الله ربنا هيكرمنا، مساندة حضراتكم دائما هي اللي بتخلينا واقفين على رجلينا كلاعبين، يعني الواحد لما كان لاعب، مش أنا، أجيال كتيرة جدا يهمها فقط أن جمهور النادي الأهلي يبقى مساند وداعم قوي جدا جدا ليهم، وده اللي أنا دايما بشوفه من خلال حضراتكم، ودايما هو ده اللي بيوقفنا على رجلينا، وهو ده اللي بيخلينا حتى لو لا قدر الله وقعنا في حته او في مباراه او في نقطتين خسرناهم، بتلاقينا في المباراه اللي بعدها زي ما حضراتكم شفتوا كده، الفريق في مباراه الاسماعيلي وفي مباراه الامبي زي ما حضرتك شفت كده، في فرق تانية بتقع تكمل الوقعه بتكر، لكن انت الحمد لله وقعت في نقطتين اتعادلت فيهم، خسرت نقطتين، وقفت في الماتش اللي بعده على طول مع فريق قوي ومحترم وعنده مدير فني قوي ومحترم الكابتن حلمي طولان. لكن بقى كل اللي بيتقال اصل ده مش عارف بيعمل ايه وده بيفوت ايه وده كل ده الحقيقه بيتقال على بعض لاعبي نادي امبي، يعني حاجه يعني بصراحه لا يصح ان احنا نتكلم فيها، وعمرنا ما هنتكلم فيها، لان احنا او النادي الاهلي اكبر من هذا الموضوع بكتير جدا جدا جدا، والرياضه لا تحتمل مثل هذه الامور. خلينا نبقى واعيين، وخلينا نبقى كبار، وخلينا نبقى شايفين اللي بيحصل ايه قدامنا. انا ده الكلام ده انا بوجهه طبعا لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، مش لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا وبيعرف يفرق. يعني لما تبقى انت واقف كده، معلش سمير بعد شويه، لما تبقى عارف كده والجون قدامك فاضي، الجون فاضي اهو، يعني الجون اهو مثلا فاضي قدامك، ما الكره تحطها ببطن رجلك كده تيجي جون على فكره سهله، يعني الموضوع بسيط ما فيهوش اي حاجه، لكن احنا دايما نقول ايه، ما فيش توفيق عند اللاعب ده. هو ده اللي هنقوله، هو ده اللي احنا هنقوله، مش هنقول ابدا ان حد كان قاصد ان هو يضيع، عمرها ما هتحصل، عمرها ما هتحصل، ولكن جون فاضي قدامك بطن رجلك سهله تعملها كده ببطن رجلك تخش جول، كره بدماغك تحط في الجول ليه، حط بعيد. ففي حاجات كده ايه بتبقى واضحه، ولكن احنا في النهايه النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي او قناة النادي الأهلي الحقيقة لما تيجي تتكلم هنتكلم بمثل هذه الأمور، عمرنا ما هنقول حد بيقاصد أو حد، لا لا، مش إحنا، مش إحنا اللي نقول مثل هذا الكلام، إحنا نقول إيه؟ مفيش توفيق النهاردة. ماشي، نكمل ونشوف ونساند فريقنا ونشوف الفرقة دي، هنفضل نساندها لأن هي فرحتنا في 6 بطولات في سنة ميلادية واحدة، من أغسطس اللي فات لأغسطس اللي دلوقتي 6 بطولات، بسم الله ما شاء الله. ربنا دايما يديمها نعمه، ويفضل دايما جمهور النادي الاهلي واقف في ظهرنا، ويفضل واقف في ظهر فريقه وجهازه الفني ولاعبيه، لان هو ده الاساس في كل شيء. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن اخبار النادي الاهلي. دول 5 6 بطولات كده على الماشي في اخر سنه خدهم النادي الاهلي. دايما هفكركم، هفكر طبعا لبعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي بيتفرجوا علينا، يبقوا دايما بيبصوا بيشوفوا قد ايه اللعيبه دي وقد ايه الجهاز الفني واللاعبين ومجلس ادارتهم وجمهورهم فرحوا السنه دي وعايزين يفرحوا تاني. يعني احد اللي ما بيشجعش النادي الاهلي، حد ما بيشجعش، هو صديق عزيز جدا ليا، بيقول لي يا عم خلي الناس تفرح، يعني خلي حد غير الاهلاويه يفرح. يعني قلت له لا اله الا الله، مفيش مشكله على فكره، ولكن انا عايز افرح تاني وتالت و43 و44 و45 و47. هي دي عقليه جمهور النادي الاهلي، وهي دي العقليه اللي دايما بنشتغل عليها خلال الفتره اللي فاتت من 1907 لغايه دلوقتي. طب سيبوا لنا حاجه، يعني سيبوا لنا حاجه، انا مش بايديا والله، انا يعني حاجات غريبه جدا الواحد بيسمعها، ولكن في النهايه ان شاء الله خير، وان شاء الله الاسبوعين اللي جايين ثلاث جمعه ان شاء الله، ان شاء الله بعد يوم 27 بالليل الساعة 11 إن شاء الله
ربنا يكرمنا ان شاء الله، ولو لا قدر الله لم يحدث نشوف بقى هنفكر في اللي بعد كده. عندنا سوبر وعندنا دوري ابطال افريقيا وعندنا دوري وعندنا وعندنا وعندنا، ولكن كل اللاعبين مركزين في شيء واحد بس في مباراه يوم الثلاث القادم امام طلائع الجيش. خلينا ننتقل الى اخبار النادي الاهلي. الاهلي بينعي وفاه مولر اسطوره بايرن ميونخ الالماني. تقدم النادي الاهلي بنعي الى مسؤولي نادي بايرن ميونخ في وفاه جيرد مولر نجم الفريق السابق والذي توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 75 عاما. وحرصت صفحه رسميه للنادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على نشر صورة الأسطورة الألمانية والتقدم بالتعازي لمسؤولي وجماهير ميونخ في وفاة الأسطورة جيرد مولر. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب يقدم خالص التعازي لنادي بايرن ميونخ. النهاردة امبارح كانت المباراة، النهاردة النادي الأهلي راحة، يعني الحقيقة الله يكون في عون اللاعبين وجهازهم الفني، فيش راحة، دايما بيحاولوا على قد ما بيقدروا. انت لعبت السبت وهتلعب التلات، حضرتك هتريح الحد، هتتمرن الاثنين، هتخش معسكر تلعب التلات، ولكن ده قدر لعيبه النادي الاهلي دايما هم كده وعارفين ان هم كده كويس قوي. بدر بنون بالمناسبه برضو سلبيه المسحه لبدر بنون، وبالتالي سيكون بينتظم في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. احنا فاقدين بدر بنون بقالنا مباراتين او ثلاث مباريات، ولكن ان شاء الله يرجع بالسلامه خلال المباريات القادمه. هو مؤهل بقى دلوقتي فنيا، بقى المدير الفني يشوف هل هو قادر ان هو يلعب ولا لا، دي حاجه هيشوفها المدير الفني بيتسو موسيماني. دكتور احمد ابو عبله بيقول ان حسين الشحات جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه، هو النهارده اجازه زي ما قلت لحضراتكم، بكره الاثنين بتبقى تمرينه خفيفه زي ما حضراتكم عارفين، بتبقى تمرينه خفيفه خالص وبعد كده معسكر، وان شاء الله حسين الشحات يكون جاهز على حسب برضو رؤيه الجهاز الفني. اتحاد كره القدم النهارده اعلن جدول الاربع مباريات القادمه. الاهلي والزمالك يخوضان اخر مبارتين بالدوري يوم 24 و27 اغسطس. لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم قررت اقامه جميع المباريات المتبقره من عمر الدوري لفريق الاهلي والزمالك في نفس التوقيت. احنا يعني كان بقالنا كتير قوي بنتكلم في هذا الامر، ولكن بنشكر اتحاد كره القدم ولجنه الثلاثيه اللي بتدير الاتحاد كره القدم على الاستجابه للكلام، اصله كلام منطقي وكلام بيحصل في كل العالم، ليه ما بيحصلش عندنا؟ تمام. لجنه المسابقات حددت مباراتي الاهلي والزمالك في الاسبوعين 33 و34 بجدول الدوري. تقرر التقي الجونه مع الاهلي في الاسبوع 33 في تمام الساعه 9 مساء يوم 24 اغسطس، بينما يلتقي الزمالك نظيره الانتاج الحربي في نفس الموعد في الجوله 34. يلتقي الاهلي مع اسوان يوم 27 اغسطس الجاري في تمام الساعه 9، ويواجه نظيره الزمالك نظيره البنك الاهلي في نفس الموعد. حاجه جميله جدا زي ما قلت لحضرتك، او زي ما بقول لكم دايما، بننتقد اتحاد كره القدم او لجنه الثلاثيه في بعض الامور، ولكن اذا عملت حاجه كويسه بنقول ان هي عملت حاجه كويسه لان ده حقهم. زي الخبر اللي جاي، اقامه مباراه الجونه وسموحه السبت المقبل. على فكره ده نفس الكلام اللي انا قلته على مباراه الاهلي والاسماعيلي والزمالك والاتحاد، وايضا امبي وسموحه وامبي وسموحه والاسماعيلي والزمالك، او الاسماعيلي والاهلي. لان انا لو حضرتك تتذكر الاسبوع اللي فات انا قلت لكم يا جماعه، طب انت مريح امبي من يوم الاثنين، هتلعبه يوم السبت ضد الاهلي والاسماعيلي، وده واضح جدا في الملعب، وبرده مش كلامي، ده كلام كابتن حسني عبد ربه وكلام كابتن محمد صلاح ابو جريشه وكلام الناس، الاستاذ علاء الوحيد، الاستاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الاسماعيلي برده قال هذا الكلام، قال ان الارهاق وثلاث ايام، او يعني انت لعبت الاربع مع النادي الاهلي وبعدين خميس وجمعه ولعبت مباراه يوم السبت مع نادي الزمالك، وده الكلام احنا اللي كنا قايلينه قبل مباراه الاهلي. فالحقيقه اتحاد كره القدم لجنه ثلاثيه او لجنه المسابقات في لجنه ثلاثيه تداركت الامر وقررت اقامه مباراه سموحه والجونه ضمن الجوله 32 لمسابقه الدوري الممتاز في 9 مساء السبت 21 اغسطس الحالي، بدلا من اقامتها يوم 19 اغسطس. انا شخصيا كنت اتمنى ان يكون ده في الاسبوع اللي فيه النادي الاسماعيلي هيلاعب النادي الاهلي يوم الاربع وبعدين يلاعب نادي الزمالك يوم السبت، ولكن زي ما قلت لحضراتكم دايما احنا بندي ضوء وفي الاخر قرار ما بيبقاش في ايدينا، بنحاول نقول لكم يا جماعه الحته دي فيها غلط في الحتتين، ان المباريات يجب ان تلعب في وقت واحد وده حصل، وان المباريات يجب ان يكون هناك تكافؤ للفرص ان انت تلعب الفرق في نفس المواعيد وبترتيب معين وده حصل، فبالتالي بنشكر اتحاد كره القدم. الجبلية بيقول اليوم آخر موعد لإرسال قوائم الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا،
انا شايف ان في بعض الناس بتتكلم عن هذا الموضوع بتقول ان الاهلي عنده مشكله وكذا وكذا وكذا. خلي بال حضرتك ان النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله، لان القيد الماكسيمم بتاعه ان انت تقدر تأيد 33 لعيب، ممكن تأيد 25 وممكن تأيد 33 زي ما انت عايز، وعندك 7 استبدال في يناير اللي جاي يعني 40 لعيب، وبالتالي النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله. اعتقد ان النادي الاهلي هيسجل حي... حي... انا ما اعرفش برده، لكن هنشوف خلال النهارده هيبان او بكره الصبح هيبان النادي الاهلي هيسجل، وانا ممكن اقول لحضراتكم في اخر الحلقه ان شاء الله النادي الاهلي هيسجل كل اللاعبين على ما اعتقد، وما عندناش اي مشكله في هذا الامر، لان انت بعد كده هيكون عندك في يناير القادم 7 استبدال، وبالتالي كل الامور ان شاء الله تمشي في القائمه الافريقيه بشكل جيد بالنسبة طبعا للأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري. كاف قرر لكل السماح لكل نادي بتسجيل 40 لاعب في قائمته بدلا من 30، على أن يتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء، على مقاعد البدلاء بدلا من 7 لاعبين. والسنة الجاية كمان هيبقى عندك 5 تغييرات، لأن في بعض الاتحادات المحلية أو القارية لغت موضوع الخمس تبديلات، ولكن الاتحاد الافريقي قرر العمل بقاعده التبديلات الخمسه لموسم 2021-2022، وهي القاعده التي استحدثت بسبب فيروس كورونا. كابتن حسام البدري بيعلن اختيار 5 محترفين للمعسكر القادم: محمد صلاح ليفربول الانجليزي، احمد حجازي اتحاد جده السعودي، محمد النني ارسنال الانجليزي، احمد حسن كوكا اولمبياكوس اليوناني، مصطفى محمد جالاتا سراي التركي. النهارده ايضا في ظل النجاحات الكبيره اللي بيعملها الحقيقه قطاع الناشئين في النادي الاهلي برئاسه الكابتن خالد بيبو، النهارده قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بيستقبل فنجاده والبرتغالي يشيد بمستوى اللاعبين. زي ما حضراتكم شفتوا، زي ما حضراتكم شايفين طبعا، نيلو فنجاده المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم في زياره لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. كابتن خالد بيبو طبعا كان متواجد، المدير الفني التشيكي كان متواجد، الكل كان متواجد، واشاد طبعا نيلو فنجاده بما يراه الحقيقه من تطور كبير حدث في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. تفقد فنجاده طبعا منشآت قطاع الناشئين، سواء قاعة المحاضرات أو غرفة الساونا والجاكوزي وعيادة الناشئين والجيم وملاعب التدريبات، وطبعا أبدى نيلو فنجادة إعجابه الشديد بمنشآت قطاع الناشئين، وقال أيضا أنها لا تقل تطورا عما يراه في أكبر الأندية الأوروبية، كما أشاد بتواجد وحدة خاصة للقياسات البدنية مما يساهم بقوة في تطوير مستوى اللاعبين خاصة على الجانب البدني. كل التوفيق لقطاع الناشئين السنه دي في النادي الاهلي، ان شاء الله كل البطولات يحرزها قطاع الناشئين كالعاده الحقيقه. اخر خبر معايا، اوجستي بوش المدير الفني الجديد للنادي الاهلي للسله، رجال السله، اعرب عن سعادته بتوقيع عقود التدريب الفريق وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه في اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم. الأسباني أوجستي بوش وقع ظهر اليوم على عقود التدريب لمدة 2 سنين لبدء رحلته التدريبية مع النادي، وحضر التوقيع كابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي وكابتن طارق الغنام المدير الإداري لفريق رجال سلة الأهلي. وقال أيضا بالمناسبة اللي حضراتكم شايفينه، أوجستي بوش كان مدرب حر. يعني ايه مدرب حر؟ يعني انا لما بحب اجي اتعاقد مع لاعبين او مدير فني، دايما النادي الاهلي بيدور على ايه؟ على المدرب الحر. المدرب الحر كان بيدرب مين؟ اي مدرب حر كان بيدرب مين؟ انا ماليش علاقه، ما عنديش اي مشكله ان يكون المدير الفني ده كان بيدرب فريق اخر او فريق منافس مثلا، ما عنديش اي مشكله، ولكن عقده او هو راجل حر، تفاوضت معاه، انت عندك مشكله يا سيدي؟ قال لي لا ما عنديش مشكله، طب احنا عايزينك معانا في النادي الاهلي تقعد معانا السنتين اللي جايين ونعمل فريق ونكسب الدوري ونكسب في كره السله ونكسب ونكسب ونكسب. قال لك حاضر، اتفقوا على الفلوس، اتفقوا على كل حاجه، شكرا، مضينا العقود، النهارده اتمضت العقود، خلاص اصبح اوجستي بوش المدير الفني للنادي الاهلي. الكلام بقى اللي بيتقال حوالين الموضوع، اصله خطف وهرب والكلام ده كله، الحقيقه ما هو الا عايز اسخن المواضيع بس على الراجل، ولكن الحقيقه الجو جوه النادي الاهلي دايما بيكون مهيئ لاي مدير فني ان هو يشتغل بشكل رائع.
فحضرتك اقعد قول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، لكن في النهايه النادي الاهلي بيفعل ما يراه صحيح لجمهوره ولفرقه، الفرق الرياضيه المختلفه. هو ده النادي الاهلي، وهو ده اسلوب النادي الاهلي، ان انا دايما ماليش دعوه انت كنت ماسك مين، حضرتك جيت لي وبتقول لي يلا نتعاقد، تعاقدنا شكرا، بطبعا تكليف من كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، وبالفعل انتهى التعاقد ويصبح اوجستي بوش المدير الفني لسله النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ان شاء الله يعمل فريق جيد يليق باسم النادي الاهلي، وان شاء الله بطولات قادمه سواء دوري او كاس، وان شاء الله يبقى النادي الاهلي دائما في القمه كالعاده الحقيقه في كل الالعاب الرياضيه، مش في كره القدم بس ولكن في كل الالعاب الرياضيه، لان احنا دايما بنشوف السله الطايره، النادي الاهلي دائما في القمه ويظل دائما في القمه. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة عن النادي الأهلي، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل 4 من نقادنا الرياضيين الكبار، الأستاذ الكبير الأستاذ جمال الزهيري، ونقادنا الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري، وأيضا نقادنا الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، وضفنا في حلقة اليوم الأستاذ أسامة السويسي، ونقادنا الرياضي الكبير طبعا الأستاذ أسامة السويسي اللي هيكون معانا متواجد النهاردة في حلقة اليوم وسط هؤلاء العمالقة الحقيقة، الأستاذ جمال الزهيري، الأستاذ محمود صبري، الأستاذ عصام شلتوت، هيكونوا متواجدين ومعاهم طبعا الأستاذ أسامة السويسي، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده هيكون معانا كالعاده الحقيقه اساتذتنا ونقادنا الرياضيين الكبار، الحقيقه هم اساتذه في مجالهم، اتعلمنا منهم كتير جدا جدا طوال فتره طويله، مش هقول كام سنه علشان ما نكبرهمش، ولكن خليني الاول ارحب باستاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك يا كابتن، شرف ومنور. مساء الفل يا فندم. استاذ محمود ازي حضرتك؟ منور يا كابتن، شرف ومنور كالعاده. منور يا كابتن، ربنا يخليك. ربنا يخليك ايضا استاذ اسامه السويسي. ازيك يا استاذ اسامه؟ ازيك كابتن، شرف ومنور. الله يكرمك، النور نور. عارف ان انت مسافر بكره ان شاء الله، فشرف لي ان حضرتك تكون معانا. انا اللي اتشرف في وجود الصحبه الجميله دي من الاساتذه والزملاء الاعزاء. طبعا ربنا يخليك يا حبيبي. ايضا نقدنا الرياضي واستاذنا الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذنا؟ ربنا يخليك كابتن، شرف ومنور كالعاده. ربنا يخليك، انت اللي دايما منور في حبيبي. ربنا يخليك يا استاذنا، ربنا يخليك. هبدأ مع حضراتكم الأول هناك نغمة من الإحباط يا أستاذ جمال بيصدرها بعض من لا يشجع النادي الأهلي للاعيبة النادي الأهلي في مثل هذه الظروف بعد فقدانك نقطتين مهمين الحقيقة قدام النادي الإسماعيلي. إيه رأيك في هذا الكلام؟ لأنه الحقيقة كلام إحنا تعلمنا منكم الحقيقة، إن إحنا دايما طوال الفترة اللي فاتت إن النادي الأهلي دايما ما عندوش حاجه اسمها احباط طبعا. فانا عايز اسمع برضو حضرتك ورايك في هذا الموضوع. بالتاكيد ان دي هي مرحله الاشاعات ومرحله الحرب النفسيه اللي مستمره، حتى لما الاهلي بيكون متقدم عن المنافسين بتلاقي النغمه دي موجوده برضو بس بشكل تاني. الفكره انه انت مش بتكسب مباراه واحده، انت بتلعب دوري متكامل زي ما قلنا. صحيح ان النقطتين اللي خسرناهم او اللي خسرهم النادي الاهلي امام الاسماعيلي حقيقه نقطتين مهمين جدا وغاليين جدا، وكان ممكن ده ما يحصلش. يعني فنيا لو اتكلمنا فيها من الناحيه الفنيه، لا نقول انه النادي الاهلي كان ممكن جدا ما يوقعش نفسه في هذا الموقف. مظبوط، لكن حصل وخلاص، فلابد ان نتعامل مع الموقف على انه ده امر واقع دلوقتي موجود. وزي ما قلت لحضرتك الاهلي كان بيبقى متقدم بفارق كبير جدا، وبعض الناس ما زال كانوا بيبقوا عندهم الامل بيحاربوا النادي الاهلي نفسيا. فالمساله انت طبيعي يعني؟ لا ده طبيعي انك تتحارب سواء كنت متقدما او متاخرا أوكي. عن المنافس، ومش بعيد صحيح. وبعدين الواقع بقى اللي هو ده اللي يجب ان احنا نتمسك بيه قوي، ان الواقع بيقول انه النادي الاهلي بيلعب في كل البطولات اللي بيشترك فيها لغايه اخر صفاره في البطوله. مظبوط، فبالتالي ما قدامناش غير انه الاهلي يكمل هذه المسيره على امل ان ولو ان ده الاهلي مش متعود عليه، على امل الاخطاء من الاخر من الفريق المنافس. وانا اتوقع وبقول انه لسه الدوري في الملعب طبعا موجود طبعا. ما يعني حتى ده واضح جدا في تصرفات
تصريحات كل المسؤولين في النادي الأهلي، وأنا شايف إن هو ده الطريق الوحيد قبل أن تبدأ المباريات الأربعة الحاسمة القادمة. تمام، ناخدها مباراة مباراة يا أستاذ محمود، ما نبصش على الكم الأربع مباريات، احنا نبص على مباراة مباراة. لا طبعا، هو عاوز أقول لحضرتك على حاجة، طبيعة الجمهور في الفترة الحالية مختلفة عن قبل كده، يعني إذا أنت عندك جيل جديد والسوشيال ميديا قاعدة بتطردك في أوضة نومك. يعني دي برضو أعباء على اللعيبة، يعني الوضع بالنسبة للاعب الحالي صعب جدا. هنا مطالب أنك أنت كإدارة كورة مطالب أنك أنت تقفل على الفرقة، مطالب أنك تدي نصايح كبيرة جدا، لأنه دي مرحلة. معلش أستاذ محمود، ممكن بس قبل حاجة تكمل نقول القائمة الأفريقية، لأن تم إعلانها، أعلن الحقيقة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قائمة الفريق الأفريقية التي ضمت 33 لاعب زي ما قلت لحضراتكم بالضبط: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بنون ومحمد هاني وكريم ندفد وأحمد رمضان بيكم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد، عمرو السلية، أكرم توفيق، محمد محمود، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، محمد شريف وجونيور أجاييه وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن وولتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب. ده القائمة الأفريقية للنادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم، ماكسيموم اللي انت تقدر تحطه 33. النادي الأهلي وضع بالفعل 33 لاعب زي ما حضراتكم تقريبا كل الأسماء اللي موجودة، وأعتقد ده شيء كان متوقع لأن انت عندك استبدال 7 إن شاء الله في شهر يناير القادم. قبل ما اخد من كلام اخد على القائمه الافريقيه راي حضرتك. خلاص، وده الاستقرار يا استاذ، انت دلوقتي خلاص تلاحم المواسم يا كابتن اسلام صعب جدا على فكره. وزحم، احنا قلنا قبل كده انك انت محتاج في اتحاد الكوره انه كان يفكر فكره لازم يعمل كت موسم جديد. انت عارف الدوريات كلها بدات، شفت النهارده الدوري الانجليزي حاجه تفرح، جمهور وتفاعل، توتنهام ومانشستر ماتش باور قوه، حاجه تخليك تتشد وانت بتتفرج. مزبوط. نفسنا نرجع كده زي ما احنا الوضع شايفين. القائمة ده كان شيء متوقع انك تحافظ على قوام الفريق لغاية الايام اللي جاية، لسه بقى في اضافات اكيد مهمة موجودة هيتم الاعلان عنها تدريجيا، هنخرج مين، هتدخل مين، هتستبدل مين، هتحط مين، ده الكلام لسه ده في المتناول، وبتديهولك قائمة الاتحاد الافريقي انك تقدر تبدل فيها 7 لعيبة زي ما انت اشوف. لكن انا يعني شايف الجزئية طبيعي جدا ان المنافس وجمهوره لازم يصدر لك الاحباط. طب هو خايف من مين؟ ولازم بخاف منك، فانا لازم اعمل عليك لود وضغط كبير جدا ان انا اشتتك، وعاوز اوصل لمرحله ان الفتره اللي فاتت احنا شايفينها بكل عيوبها وسكتين عنها وتكلمنا فيها ولسه هنتكلم ونقول فيها اصرار. هذا الكلام ممنهج، هذا الكلام مش بيتقال كده تلقيا مع كل مباراه. أيوه. لا، شيء واضح الهدف منه هو النيل من عزيمه الاهلي واحباط وتصدير الاحباط والازمات. الكلام هنا بيلعب دور بقى اداره الكوره والجهاز الفني واللعيبه. المسابقه ما زالت في الملعب، الكوره فيها كتير، وحتى لو قلنا وامنا وصدقنا واقتنعنا وسلمنا انه الدوري خلاص انتهى، الاهلي ما بيقفش عنده بطوله. الاهلي شوف انت في الفتره اللي فاتت مع حجم الكلام ده في تفكير انت بتاخد درس، الدرس ده ممكن يكون دافع لستة تانين وعشرة تانين وثمانية تانين وتسعة تانين والكلام ده كله، وده الأهم على فكرة. انت هنا مش عاوزك يعني ايه تاخد في نفسك وتعمل عملية احباط للناس اللي عندك، لا، انت تفكر الاخطاء اللي هو الاهلي واللي تعلمناه في النادي الاهلي. انا بقوله وشفناه وتعاملنا مع ناس على مدار السنين دي كلها، انه دايما بيقعد يفكر انا ايه الخطأ اللي ارتكبته عاوز اصلحه، اعالجه بشكل مميز، ايه السبب اللي وداني ان انا افرط في المسابقه بشكل باخر. الكلام ده مننا، انا ما بلومش ليش دعوه بالمنافس، انا اتكلم عن نفسي. لازم يبقى عندي ده كلام تصريحات كابتن عبد الحفيظ. طبعا كلام النهارده وموسيماني طبعا كلام النهارده لازم افكر في نفسي، لو اشوف عيوبي انا فين، انا مش دعوه بالمنافس خلاص. منافسه دايما زي ما قلنا، خلي المنافسه في اطار الملعب، اكسبني في الملعب، بره الملعب ده حسبه تانية انت بتحاول بتعوض بيها اللي هو بيحصل جوه الملعب. مظبوط. فانا عاوز احطك، لازم يبقى تركيزك كله كابتن اسلام على انك انت لازم احطك جوه الملعب. طول ما انا حطك جوه الملعب، طول ما انا عامل عليك ضغط، طول ما انا مخليك مش مرتاح، طول ما انا شايف، ويعني وده كل نقطه عاوزين نتكلم فيها. بقول للمهندس احمد مجاهد، البيان اللي نزل والنبي والقرار اللي نزل انه اي حد يتكلم على اي حد
هناخد منه وقت. هو كل شويه هناخد منه ايه؟ ناخد منه موقف. الاستاذ والنبي كارتيرون يعني ده يعني مثلا كل بعد كل ماتش فرق ماتش ودي يعني ما حدش يتكلم. ما قالش على الفرنسيين، ما قالش على الفرنسيين. الموقف على على الايجيبشن بس. لا يعني ده الموقف على مين يا ممكن يكون يعني على مين ده؟ على مين يا رئيس؟ يعني الهدف على مين؟ لو اتكلم حد من النادي الاهلي هيبقى الموقف عامل ايه؟ ممكن يكون ليك اثنين يتكلموا، اثنين محترفين يعني. عاوز سؤال يعني، الراجل ده بيتكلم كل مره بصوره غريبه جدا. عاوز افهم، محدش بيقول له انت بتعمل ايه جدا مهم، ايه الصمت الغريب ده يعني؟ لا هو بس كده محمود، بعد اذنك هاخد من كلامك يعني الكلام اللي اتقال من كارتيرون مع كامل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك كمنافس طبعا، لكن لما تقول ان الاهلي بيلعب مباريات وديه والمنافسين ما عندهمش طموح، يعني انت كده بتتكلم على الاهلي، اتكلمت على الانديه الثانيه وبتشكك في مبدا اللعب النظيف. هو بيتكلم عن نفسه، خلي بالك. لا لا انا عايز اسال سؤال بس يا كابتن اسلام. دلوقتي الانديه ما حدش رد، الانديه ما اعترضتش، اتحاد الكوره ما خدش موقف. ايوه الاعلام بتاعنا فين؟ لما السيد عبد الحفيظ بيقول كلمه بتلاقي الاعلام كله يطلع يقول ما يصحش وما ينفعش والاثاره والفتنه والتعصب. طب انتوا فين من الكلام ده؟ طب انت سيادتك يا ميسيو كارتيرون فين من المباراه الاعتزال اللي احنا شفناها من ساعات دي؟ مش دي مباراه كانت وديه؟ منتهى الوضوح اهو، بقولها بمنتهى الوضوح، كانت مباراه وديه، كانت مباراه وديه. مش ممكن يكون الاسماعيلي اللي لعب قدام بيراميدز وبعدها باسبوع لعب قدام الاهلي وعمل العروض دي بعدها ال 48 ساعه يبقى بالشكل ده؟ ما يمكن، قد يكون يا استاذ، قد يكون مع كامل الاحترام، يبقى ما تتكلمش عن ده، ما تقولش ده اللي بيته، اللي بيته من ازاز ما حدش نفسك يعني. بس كده ما يسالش سؤال عشان يتاكد. ما يودوش الناس يا كابتن اسلام زي ما اسامه قال، ما يودوش الناس للسكه ده. انا الحقيقه استغربت موقف كابتن علي ابو جريشه، موقف كابتن حسني عبد ربه دون ان يسالهم احد. يعني تخيل انا بقول لك ايه رايك في مباريات الدوري النهارده؟ قال لهم خلي بالكم، اوعوا تفكروا الاسماعيلي ممكن يلعب كده في مباراه الزمالك. ايه ليه كده؟ لا يعني، لا يمكن قد يكون من الضغط اللي على كابتن علي، ما حدش قال له حاجه. ده الكلام كان على الماتش. كابتن حسني قال لك هو في فريق يعني يحط له 3 ماتشات في 10 ايام، كان حد كان اكله دسمه مثلا فمعدته يعني. انا الاهم اللي قاله اسامه واكده استاذ جمال والاستاذ محمود، اللي هي فكره ايه، احنا ليه بنحط مساحه ضبابيه وبعدين تحاسب الناس؟ ده المهم بالظبط، حاجه لا شيء لا يصدقه عقل الحقيقه. ثم بس انا عشان لما شايفهم الراجل اصلا راجل فرنساوي اولا ضيف عندنا، ثانيا وده الاهم، ممكن يكون ليك اتنين محترفين اجانب يتكلموا بره قرارات اتحاد الكوره زي المشاركه كده بتاع اللعيبه يعني. هو يقدر احنا لنا 5. لا بس على فكره لا في الكلام اتنين، بس انا كلام اتنين عايز اقول لك من الشمال يبدا عشان هو الفرنساوي من الشمال. ممكن. طب ما هو مبيتسو بيتكلم انجليزي، ما هو مبيتسو اتقال له تحذير وخد تحذير من اتحاد الكوره انه ما يتكلمش في جزئيه بس انا ما اعتقدش جزئيه الضغط. لا لما قال ان الاتحاد بتاع جنوب افريقيا ريح فريق صن داونز قبل المباريات بتاع ده قبل ايوه في البطوله الافريقيه اتقال، والدنيا كلها كمان اتكلمت والاعلام اتكلم. يا جماعه انتوا واخدين الموضوع بجد؟ اصلا الموضوع لما قالوا لمستر بيتسو، يعني انا عارف ان هو بيحب يقولوا له بيتسو مش موسيمان، الراجل اصلا كانوا بيقولوا له ان اتحاد جنوب افريقيا زعلان منك انك بتكشف اسراره، انه قال انه رايح فريق. فانت ليه بتقول كده؟ الناس اشتكوا ان انت بتقول حاجات عرفتها في جنوب افريقيا. وبالتالي يا جماعه انتوا واخدين الموضوع جد قوي. الموضوع اصلا الكره المصريه عماله تخسر، وانتوا قلتوا الدوري الانجليزي، شوفوا كمان دوريات حوالينا، شوفوا بعض البرامج. وكابتن سمير محمود عثمان كان بيحلل في واحده من القنوات في برنامج لطيف الحقيقه عن الدوري السعودي. الحقيقه مشهد الكاميرات مشهد رائع، وبعدين تكتشف كمان انه يعني ام الكوارث ان احنا عندنا كل المعدات، عندنا كل الكوادر. صحيح. وده حقيقي يعني. صحيح. وبعدين الناس دي بتعمل فينا ليه كده؟ اصلا تكتشف كمان انه ما حدش واخد بالبروتوكول يا كابتن اسلام، بروتوكول 3 ساعات قبل الماتش يروح الكرو علشان يشوف وضع الكاميرات، علشان مراقب المباراه وحكام المباراه يبقوا موجودين في تركيب كل الادوات بتاعه اوضه الفار دي او كابينه الفار. وبالتالي الحقيقه شفت المشهد يعني، عارف اما يصعب عليك من حد، لان انا متاكد ان مصر العظيمه دي كل الامكانيات متاحه، ومش من سبيل يعني التكرار، لا هفضل اقولها لهم، في مصر الجديده شفنا في الكان 2019 نسخه دوليه حقيقيه. صحيح. في كاس العالم لليد
نسخه دوليه حقيقيه. اعتقد دكتور حسن مصطفى قدم نموذج رائع مش بس مبارك له. اعتقد بقى ان اللي انتخبوه بالتزكيه دول بقى يعني مش الجيزه وكوبري عبود، لا دي اوروبا عشان ما قالوش اسيا وافريقيا، لانه قدم كثير. عشان كده لمسته بانت في الاتحاد المصري. يا جماعه نحن نحتاج شخصياتنا اللي استثمرنا فيها في كره القدم تحزو حزو نفس الشيء، فتقدم نموذج لاتحاد كره يلم كل اللي انتوا بتقولوه ده بقى ملادي. ساعتها يجيب واحد فرنساوي يتكلم مع الفرنساوي، واحد انجليزي يتكلم مع الانجليزي، لان هيقولوا لنا الترجمه ما بتظهرش على الشاشه. أيوة. والله لو جيت تقول كده اقول لك الترجمه ما بتظهرش على الشاشه، ده المايك ما بيروحش للصحفي وهو بيتسال، مش ممكن يعني في المؤتمر الصحفي، وده مهم جدا. فارجو ما تاخدوش الموضوع بجد يا جماعه، علشان في جمهور محترم وفي شعب مش عايزين نوديه محل ما عايزين ياخدوه على سخونه الكوره اللي هي لعبه متعه ولعبه امن قومي. في لقطه امبارح عدت على الكل ما حدش خد باله منها. انت شفت جاد جريش في الشوط الثاني لما وقف خمس دقايق بيتكلم مع قبل بدايه الشوط الثاني مع كل اللعيبه والجهاز الفني كان بيشرح ايه؟ يعني بيقول لهم اول مره اشوف كده، هو بيقول لهم يا جماعه تفكروا ده بمزاجك افهم عنه والله. ايه انا اول مره شوية اشوف في حياتي انه حكم واقف بيبرر على ما يبدو قراراته اللي حصلت في الشوط الثاني. مش مطلوب ان هو يبرر، انا مستغرب جدا. لا حتى عامل غرف اللبس بيتكلم معاه، لا حتى عامل غرف اللبس يا اسامه كان بيتكلم معاه نفسه في الاخر وقف كارترون وقال له كلمتين. انا بكلمك انا بسال، لا انا عاوز اقول لك ايه، دي حاجات جديده احنا بنشوفها ولسه هنتعلم منها كتير جدا في المرحله والمراحل الجايه. يعني انت بتطبق القرار وطالع والدنيا اتقلبت عشان سيد ابو حفيظ طلع قال كلمتين عبر بيهم. طب عاوز افهم يعني كرتون ده يعني ان شاء الله يعني عنده حصانه مثلا يعني ولا ايه يعني عاوزين لو طلع مسلمان قال الكلمتين دول المنافس بتاعنا اللي بيلعب عنده كذا عارف كان يعمل ايه؟ كان طلع بقى اسماء بعينها طلع يدينا دروس في الناس تطلع تدينا دروس. ده معلق المباراه معلق المباراه امبارح على الهوا يقول لك ايه يا جماعه انا عندي معلومه جاتني انه الفار مش شغال في الملعب. يا ابني عيب يا ابني غلط لمصلحه مين تقول الكلام ده؟ بس شغال قال لا انا بكلمك ده بعدين خطر ده بقى ده كلام غلط كلام غلط. انت ايه هدفك؟ الناس معلومه غير غلط المعلومه تقول لي جانب البيز انه الفار مش شغال وهنشوف يا جماعه غلط. لا وفي لا وبعدين تكلمنيش على التعصب يا كابتن عصام وما تكلمنيش على الكلام ده. بص طالما دخلت الامور الى هذه الدرجه ولو الكلام ده اتقال لصالح الاهلي ولا حد قال مش هتسكت الدنيا. هو لصالح اي حد انت بتتكلم. انا بكلمك اهو ده في لقطه الكوره يا كابتن المفروض من غير ما حد يلفت نظره الى ان في تصريحات خرجت عن الخط زي تصريحات كارتيرون. المفروض هو اتحاد الكره عنده اليه جوه استاذ جمال لمراقبه كل الحاجات دي استاذ جمال ياخد قرار على طول ما حدش بيستناش بترجع لما تكون من سيد عبد الحفيظ. ما هي دي المشكله المعلق المعلق امبارح يا جماعه المعلق امبارح في لعبه رفع عليها اوف سايد قال لا بقى ما هو كده ما ينفعش هاتوها لنا تاني نشوفها. انا ما فهمتش هو يقصد ايه. لا طبعا يعني طبعا انت موجود لمراقب لو يدونا لا حضراتكم يعني كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات عن ظاهره المعلقين المشجعين. انا بتكلم على ده تحديدا لا انا بتكلم على عموما ده مشجع رقم واحد اصلا هو ده معروف لا بس انا بتكلم يعني بشكل عام طبعًا. بس انا بتكلم بشكل عام لانه في النهايه كانت ظاهره واضحه جدا لكتير من الناس وناس كتير اشتكت واكيد اشتكوا لحضراتكم طبعا. عارف الحل ايه يا استاذ كابتن اسلام؟ الحل في الموضوع ده انك تكتفي بالوصف التفصيلي ما تقولش رايك وده الطبيعي وما تديش رايك خصوصا لا خصوصا في الحالات التحكيميه لان للاسف الشديد بعض المعلقين بيدلوا بدلو في الحالات التحكيميه وهو مش قاري القانون مش قاريه مش عارف مش القانون ماشي فيه كمان اساسا يعني هو مش يعني وانت كمان فيه. عندك بيت بيجي عندك في الخبير في الاستوديو التحليلي خبير تحكيم لعبته ومكانه وبيقول رايه خلاص ما تقولش رايك يا سيدي سيبها للناس هي اللي تقولها لكن تبدي رايك وتخلي المستمع ليك والمشاهد يبني رايه وده بيشعل نار التعصب بيشحن نار التعصب. تعرف بمناسبه كلام محمود بعد اذنك اتفضل يا اسامه بمناسبه كلام محمود والجزئيه اللي بيقول فيها الناس ليه هنا بتعمل كذا وهنا ما بتقولش كذا. النهارده النادي الاهلي تعاقد مع اوجستي مدرب سله الزمالك السابق ايوه اتقال كل الناس عارفه ان الراجل مشي انتهى تعاقده مع الزمالك ومشي اتقال في الاعلام المصري ما يصحش الاهلي يتعاقد معاه. طب انا عايز اسالهم سؤال سؤال قد كده صغير كارتيرون ده كان فين؟ كان مدرب الاهلي هولمان كان فين؟ محمود الجوهر الله يرحمه كان فين؟
ما قلتوش ليه ما يصحش لا يا اسامه والله ما تروحش على الحاجات دي بجد والله بالله بالله يعني لا ما تروحش على الحاجات دي بعيد لا يا عم خليه خليه التعاقد مع كارترون يا جماعه والله يا جماعه عبد الله السعيد كان فين بغض النظر ثواني بس ثواني بس عبد الله السعيد هنقول كان فتره 6 شهور في فتره الريبه والشك والتعاقد لما تعاقدت معاه مع عبد الله السعيد مثلا بالصوره ايه اللي حصل عمل ايه في العمليه النادي الاهلي والهدف كان ايه هدم الفرقه لانه ده اللاعب المحوري بتاع الفريق والهدف الواضح بس معلش يا استاذ محمود صح كلام حضراتكم مظبوط 100% ولكن النادي الاهلي دائما ما ينظر الموضوع من جهه تانية وجهه نظر يعني انا ما بتكلمش باسم النادي الاهلي ولا حاجه ولكن انا دايما بقول وجهه نظري من اللي الواحد بيشوفه وحضراتكم اساتذتنا في الموضوع ده ان النادي الاهلي دائما لما بينظر انا شايف ان الاستاذ جمال فري حر بس كان ماسك مين هو ده ما كانش ماسك خلونا عايزين نعرف ما كانش ماسك مين عامل ايه هو ده خلونا ده عشان كده بقول لحضراتكم يا جماعه مدرب نفسه يا جماعه طالما فري مش متعاقد استاذ جمال انت متحقق. مش محتاج نترجم والله لا يجوز يعني زي احنا استاذ جمال المشكله استاذ جمال المشكله ان الادوار دي لا تجوز من نجوم كره قدم عمالقه فيخرج احدهم ليحدث الناس من استوديو ها يعني لو عارف لو قناة فئوية ولو ان ده شيء ممجوج برضو لكن صحيح. من قناة عامة عشان يقول وانت تموت نفسك ليه والدوري مش ليك اسماء كبيرة يا جماعة ده لا يعني انت عايز ايه تاني حاجة اسمها المنافسة يتصدر يعني كل التواصل الاجتماعي يا جماعة داير حوالين كلامهم فتكتشف انه الناس تروح واخدة بقى مقاطع وكباتن الناس كلها بتحترمها في المعسكرين يقول له شفت ده قال ايه ولا جاب لك الفيديو التاني بتاع اللي قال كنا بنتفق على ضربة جزاء وكذا احنا بنصدر للشارع المصري ايه هو حد عايز يفسد الصناعة دي وحد مش عايز الجمهور يرجع ولا ايه تقريبا كده هو الصناعة دي لو بقى فيه اتحاد بجد وربطة أندية بجد ومن استثمرنا فيهم لرفع قيم كرة القدم عشان تدر أرباح والأندية هو النهاردة الأهلي بتواجه لأن عنده مؤسسية حقيقية الأهلي يسوق الأهلي يبيع ويشتري الأهلي يبني فروع فيستثمر فيفتح أرزاق لناس يعني والله مش كلام كبير ولسه المفاجآت قادمة بطبيعة بغض النظر يا كابتن عن المفاجآت البلد بقى بتعمل ايه بقى البلد شغاله في مناحي الحياه مش كلها مش مثلا اول حاجه مفاجات قادمه في الناحيه الاستثماريه طبعا يعني ما انا بكلم حضرتك في كده عندنا مدينه رياضيه في العاصمه الاداريه عندنا ملف على مسؤوليتي يعد الان 20 30 كاس العالم مصر مشاركه مع الشقيقه السعوديه واحنا نشرنا ده والحمد لله وعندنا ما يثبت على كاس العالم 20 30 كدولتين هيتقدموا وبالتالي شوف الدوله راحه فين وانت اللي ماسك القطاع ده ألا يجب يا رجل أن تتعقل وأنك تعرف أن هذه الصناعة تحتاج لوضع قانونها ولا حد عايز منك قانونها ولا أي حاجة أوان أنك تجيب القانون بتاعها زي ما بنحدث الطرق والمصانع وكل مناحي الحياة يا جماعة في حد مش عايز الصناعة دي تدور مين النهاردة اللي لو كمل النموذج بتاعه هيبقى شيء غير مرغوب فيه لأنه سيظهر عورات أخرى دون أن يقصد الحقيقة هو النادي الأهلي عشان كده بقى لأنه هو لا بيطلب سلف ولا بيطلب أي حاجة يا أستاذ جمال دون أي رد على ما يصار هنا وهناك أيوة أنا عشان كده أنا وجهة نظري كده أنا دايما كده برضه النادي الأهلي ماشي يعني في سكته عشان كده معلش احنا موجودين عشان نقول للناس كلام احنا عايزين نشوفها ازاي مش قالوا ايه انا اقول عليك حاجه بس انت الفارق ما بينك وما بين اقرب حد ليك بعيد قوي كل حاجه على فكره انا لما باجي اتكلم دايما وانا اتعلمت كده من حضراتكم ان انا لما باجي اتكلم ازاي اتكلم بارقام وحقائق عشان ما حدش يطلع يقول لي لا هو ايه اللي انت بتقوله ده ولكن الارقام والحقائق بتثبت وبتؤكد ان النادي الاهلي في المنطقه وبعدين اللي بعديه على طول النادي الاهلي وبعدين اللي بعديه على طول النادي الاهلي حوالي 10 نقعد نقول اهلي اهلي مش كلامه خلاص باختصار يا كابتن اسلام باختصار شديد بطولات وانجازات النادي الاهلي اقرب منافس ليك محتاج ربع قرن وانت في الربع قرن ده في الربع قرن ده انت قاعد نايم انا قلت على فكره السنه اللي فاتت انا قلت ايه انا قلت ممكن نقفل النادي يعني مجازا طبعا ممكن نقفل النادي 10 سنين انا قلت 10 سنين لا ده ربع قرن وهنطلع برضه الفرق كبير 25 سنه كابتن اسلام تتحدث بقى هنا مش يروح مصغره ويتصور ان انت بتتكلم عشان انت بتحب النادي الاهلي عشان انت بالعكس انت تتحدث انا بحب النادي طبعا لا 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 بس هي يعني مشجعا لكن احنا بنتكلم لانه الكلام ده
ملايين وبلدنا كلها شباب، انت بتاخدهم ولك مريدين يا استاذ وتقول لهم ما انتوا عارفين الاهلي بيعمل ازاي، انت تقصد ايه؟ انت عايز تودي الشباب فين والشارع المصري فين؟ طيب عشان بس فاصل وكمل كلام مهم. هي مكمن الخطوره، لكن طيب. انا مطمن لانه الدوله بالفعل تراقب ما يحدث، لان المناجم اللي الناس مش عايزاها تشتغل وتدر حصتها في الاقتصاد المصري لا الدولة شايفاها. طيب هنكمل كلامنا لانه كلام مهم جدا، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل مع اساتذتنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، محمد شريف مش متواجد في مباراه يوم الثلاث، عمرو السوليه مش هيكون متواجد في مباراه يوم الثلاث، هل من الممكن ان يغير موسيماني تفكيره في هذه المباراه؟ لا يعني اعتقد محمد شريف هيبقى البديل بتاعه جاهز موجود. بواليا يعني ده بشكل اساسي كده، وبواليا برضو في الفتره الاخيره يعني ابتدى يعرف الطريق للمرمى، و يعني ابتدى النحس اللي عليه ده يفك شويه، فاعتقد ان هو ممكن يبقى بديل يعني كفء جدا. طبعا غياب محمد شريف في رايي انه مؤثر جدا. أوكي. ليه؟ محمد شريف في كل لحظه انت تتوقع انه يجيب جول، منهم اجوان بتتلغي مش مشكله. والله يعني حتى لما بيتلغي الفار انا بحس ان الفار بمناسبه انت فاهم يعني عنيد قوي يا كابتن. بمناسبه الفار يعني يا استاذ جمال انا بحس ان الفار ده رايح لشريف، محمد شريف معمول له، هو معمول لشريف يعني، بس هو في ميزه بقى هو دايما على المحك وما بيفقدش الامل. يعني في لاعب ممكن يخاف من الاوفسايد، لا هو محمد هو لا. بيبقى موجود ممكن يتحسب مره فالفار يلقطه، كان هو ما بيخافش انه يهرب منه بيجيب جول غيره ما شاء الله عليه. الفار يتلكك له في لعبه، انما في لعبه هيفلت وده حصل في ماتشات احنا عارف حضرتك برضو عشان ما نظلمش الناس، لازم الحكام تحديدا يعني بمناسبه الكلام اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، لازم برضو نتكلم عن قصه التصوير علشان ما نبقاش بنظلم حد. هم اللي ده منظومه، ده في ايدهم والله اجيب لحضرتك كابتن، اجيب لحضرتك في اي حلقه. التصوير بس يا كابتن، التصوير لا مش التصوير بس كابتن، القدره على تحليل الصوره. والله العظيم يا كابتن، يا كابتن اسلام، القدره على تحليل الصوره. لا والقدره على تحليل الصوره تركيب يا استاذ محمود، التركيب حق اصيل للمراقب يا كابتن. انا جايب لحضرتك البروتوكول، التركيب حق اصيل للمراقب وطاقم التحكيم، عندهم الورق ده مترجم، انا مش بألف. لازم يتعمل كده، غير كده البيت يقع. بص هو مشكلتنا في فار وفي نص فار، مشكلتنا الفار يعني والله الفار تطبيقه له بروتوكول زي ما الاستاذ هو جزء من القانون اسمه بروتوكول فيديو الحكم المساعد. لما الراجل اللي قاعد في اوضه الفار يقول للحكم بتاع الملعب هو بيستعين بيه يقول له باين فيها فاول، يعني ايه باين؟ ما هو انا في الاخر عايز يقولوا له يعني قالوا له ان فيها فاول. استاذ جمال انا نفسي اقطع القصه دي، بمعنى ايه؟ واحنا برضو بما اننا بنتكلم عن الشكل، احنا اللي يهمك في الاخر ايه؟ العداله يطلع مظبوط، العداله طبعا البلد. طبعا العداله ايوه البلد. طبعا الضمير نعم الضمير طبعا ما هو البلد الضمير. الضمير في الاخر هو في مشكله الناس كلها شغاله عليه دلوقتي، في مشكله شويه حصلت في تطبيق تقنيه الفيديو الحكم المساعد في مصر. الاستعجال في تطبيقها ان الناس كانت عايزه ما هو ده اللي انا بقى عايز اقوله لك. الناس كانت عايزه، اللجنه اللي فاتت اللي كانت بتدير كانت عايزه تعمل انجاز. اوكي. وقالت انه الفار هيتم تطبيقه من الدور الثاني، ولكن واستعجلوا. الحكم الفار لازم ياخد كورسات غير طبيعيه. دلوقتي اللي بيحصل ايه برضو، عشان برضو انا اتكلمت في الموضوع ده الاسبوع اللي فات واتقال لي حد كلمني مسؤول يعني وكلمني وقال لي، قال لي يا كابتن اسلام احنا عندنا 21 حكم فعلا، منهم 20 حكم رايه و22 حكم، منهم 21 حكم صفاره وواحد بس حكم رايه، عشان ده المشكله كده عندنا في الاوفسايد. لو تاخد بالك احنا عندنا في الاوفسايد بتقف كتير قوي، ممكن تقف دقيقتين ثلاثه. لا مشكله الاوفسايد في العده، لان ده بص غير العده غير العده. لا ده بجد احسن حكام، احسن حكام في مصر يا كابتن حكام الرايه المساعدين. بس انت عندك واحد بس اللي موجود واخد لايسنس، واخد رخصه الفار. ايوه هو ده اللي بيحصل. ايه بقى تقصد اللي عنده ترخيص؟ اللي عنده هو ترخيص. واحد طبعا. لكن صح. اللي انا بقوله ايه بقى، اللي انا عرفته يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، انه الان بيتم الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، بمعنى ايه؟ ان في 21 انا بس بفتكر الارقام 23 حكم صفاره داخلين بيعملوا كورسات الفتره دي عشان ياخدوا اللايسنس، معهمش. ايوه و20 حكم رايه
داخلين علشان يعملوا الفتره دي بحيث ان الدوري الجديد ما يبقاش عندك 20 حكم ولا 21 حكم، لا هيبقى عندك 60 او 55 مثلا واربع حكمات كمان. انت فاهم؟ فده بنعتبره تطوير، ده بناء على الكلام اللي حضراتكم دايما بتتكلموا فيه. آخر حاجة، مع تطوير عندك انت، مع تطوير الزوايا ظبطت كل حاجه. انت ظبطت كل حاجه في الفار تمام من الناحيه الفنيه، ايوه كاميرات وزوايا وكل حاجه زي الفل طبعا. يبقى بقى شخصيه الحكم الالوان. ايوه الراجل اللي بياخد القرار يا جماعه الألوان. شخصيه الحكم اللي هو حكم الملعب، الحكم الرئيسي، هو لما يكون عنده القدره صح. انه يتخذ قرار بياخده وما يخافش، هو سيد القرار يعني يا رئيس الفار، هو سيد القرار على الفار. سبيل المثال بسرعه في لعبه علي معلول اللي هي دخلوا على الفار وبتاع اللي هي حسبها قبلها بست اشهر او قبلها بست مرات الاسماعيلي علشان ديانج بس. ما انا هقول لك بقى ليه اتخبط عشان ديانج ضغط كمان عفوا يا ذكي قوي ديانج على فكره. يا اما الراجل ياخد قرار الحكم. كان مين الحكم يا استاذ عصام؟ محمد الحنشور. محمد لا محمد عاشور كان على الفار. لا اتكلم على الحنفي. الحكم كان المفروض ياخد من الاول في فاول لصالح ديانج. مظبوط. ازاي اصلا انت ما هياش تقديريه، هي فاول واضحه، دي مش لعبه تقديريه. حتى لما لا اقول لك يعني حضرتك تقصد ان هو لو حتى لو خد القرار بان ده فاول خلاص الموضوع انتهى. اقول لك بقى افكرك بقى قال يلعب اللعبه هيلعب رغم ان هي فيها فاول في حتتين. طيب في الرجل وفي الزق معلش احنا وقتنا انتهى. اللعبه اللي عليها شك اللي هي بتاعت علي معلول كان بامكان حكم الملعب حكم المباراه ان يتخذ القرار لان اللعبه تحمل الاحتمالين. مظبوط. من حقه انه كان يحتسب دي فاول لصالح علي معلول او وخلصنا. استاذ محمود ده ما صفرش اصلا. انا بقول لك شخصيه حضراتكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله نتكلم في قصه التصوير التلفزيوني لانها قصه مهمه جدا. بس لو حضرتك عايز نتكلم بس هستاذن حضرتك. الزملاء طبعا معاك زملاء سوبر صحفيين، لازم نجيب البروتوكول مترجم. أوكي. مش هنوصل للناس يا كابتن. يبقى معانا ليه بقى البروتوكول يا كابتن؟ اولا احنا ما عندناش الا واحد بس مع رخص. الرخصه من 6 ل 9 شهور وانا موجود، اتحاد الكره موجود، كابتن الشناوي موجود والكابتن سمير عثمان موجود. يا اما ياخدونا يا اما يردوا علينا. انا بتكلم كلام حقيقي. يطلعوا البروتوكول يا كابتن ويقولوا لنا هل ما نراه هو البروتوكول اللي تستحقه مصر اللي عملت الفقاعه وعملت كل الاشياء دي صح ولا ايه؟ هو البروتوكول ده بالمزاج معلش. لا لا خالص، عشان كده قلت لحضرتك قلت لحضرتك ده ضمن القانون. خلي بالك يا كابتن اسلام، انت هنا داخل في مشكله في منتهى الخطوره. ليه هي؟ اللي هي الشخصيه. ليه بقى؟ لانه بدا لا لا هقول لك ليه. هقول لك ليه يا فندم. هقول لك ليه. لانه بدا بعد الحكام بعض الحكام بداوا يعتمدوا في قراراتهم على الفار. فساب الفار هو اللي حركه يمين مش ايوه يرموه على بعض. عموما ده كلام مهم جدا يا اسامه. اخيرا محمود اخر حاجه وما تقوليش نورتنا. اقولها اخدت حاجه هقول لك نورتنا. هو ليه بيخش لا اللي هي الوقت يعني هو ليه بيخش يعتمد على الفار؟ لان هو معهوش بروتوكول، هو معهوش مش معهوش الواد. طب حضرتك هتجيب لنا انا هجيب لك البروتوكول الاسبوع الجاي أرجوك. وهو مترجم وعندي النسخه العربي والنسخه العربي قبل ما تمشي هيسيبها معايا. لان احنا كمان بعد شويه نروح عاملين ايه بقى؟ يعني ايه اتحاد كوره؟ هو الاعضاء لازم لعبه؟ والله ما حد لعبه في الدنيا غير هنا ولا في التحكيم في حد لعبه. حلو جدا. واقول لك ايه عندنا جدا. احسن لايمانات في العالم ده بجد منهم الاخوجي. صح. ليه؟ لان دي تعليميه بينما التحكيم ايوه بياخدوا انه لاعب وهو ولا لاعب ولا حاجه. استاذ اسامه اتفضل اتفضل عشان عايزين حتى اتفضل يا استاذ. عندي رساله للجمهور بس قبل الرساله للجمهور اتمنى انه مع تطبيق تقنيه الحكم المساعد الفار بشكل جيد ان كل التعديلات اللي تطرق على القانون بما فيها التفاسير يتعمل دورات تثقيفيه للساده المدربين الاداريين اللعيبه عشان يبقى فاهم والاخوه المحللين. ممكن اقول حاجه صح بس ممكن اقول حاجه سريعه جدا. عندنا في قطاع الناشئين بيجيبوا حكام كبار باسماء كبيره جدا بتاع الناشئين فين؟ في النادي الاهلي. شفت انا بقولك يعني عندنا في النادي الاهلي عايز من الجاد فازر. ده معناه ان انت بتاسس صح المجموعه القادمه. يعني كابتن خالد بيبو كنا لسه بنتكلم في النقطه دي تحديدا. قال لي انا بجيب كل شهر حكم يجي يتكلم مع اللاعبين في امور معينه ممكن تكون علشان يبقوا فاهمين ان قد يكون حدث جديد او تعديل قانون جديد او لائحه جديده او تعديل جديد. انت هتبقى مجروحه في خالد بيبو طبعا انت عارف.
طبعا. لكن انا رحت زرت قطاع الناشئين في النادي الاهلي في لا طبعا نقله ثانيه، ولكن ده هنبقى نتكلم فيه في وقت تاني. انا رحت الساعه 5:30 5:30 لقيت الدنيا كلها موجوده وعايشه وكل حاجه تمام. الرساله الاخيره بوجهها لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، انت الدرع والسيف بتاع النادي الاهلي، حتى لو مش موجود في المدرجات انت موجود على السوشيال ميديا. من فضلكم اتحدوا، ما تنقسموش، خليكوا ورا الفريق وجمهور والنادي الاهلي عمره ما بيعرف المستحيل، خلي ورا الفريق وما تسمحش للمندسين انه يخش بينكم، خليكوا زي ما انتم الدرع والسيف تمام. وفي الاخر هيكون ان شاء الله الدوري ده دوري الجمهور يا رب ان شاء الله. استاذ جمال، استاذ محمود، عايزين تقولوا حاجه سريعه جدا، انتوا برضو اللي فاضل لكم كلمه وكلمه لنا كلمه اخيره برضو مش هزود كتير على كلام اسامه، بس هي فعلا لغايه اخر لحظه طبعا، لغايه اخر يوم 27 الساعه 11 بالليل. بص دي اللي اقدر اقول لك فيها بقى، الاهلي خد الدوري او ما خدوش بالظبط كده. لغايه كده ما حدش يكلمني ها ويقول لي انا متصدر ومش متصدر، اللي هيكسب في الاخر هو اللي هيبقى يوم 27 الساعه 11 بالليل. الساعه 11 بالليل استاذ محمود، البطل طول عمره ما بيرميش الفوطه، الفوطه زي ما بيقول البطل صح. بيلعب حتى اخر وقت البطل، هي شخصيته كده صح. مع مدار حكايات الاهلي نقدر نطلع منها كلام كتير تقف قدامه يصيبك بحاله من الجنون. مظبوط، في مواقف ولحظات صعبه جدا. اعتقد انه جنون الحب الفرقه طبعا اعتقد الفرقه، واعتقد موسيماني واداره الكوره والمجلس الاداره ما اتاخرش عن حاجه، بقول لسه في جهد وعمل كبير جدا. نعم، مباريات صعبه جدا محتاجه حتى صافره النهايه. ما زال الدوري في الملعب، ما زال الدوري في الملعب، وما زال البيت الكبير متواجد دايما مع حضراتكم كل يوم ان شاء الله. بكره اشوف حضراتكم. انا طبعا بشكر اساتذتنا الكبار استاذ جمال، استاذ محمود، استاذ اسامه، تروح وترجع بالسلامه ان شاء الله، استاذ عصام، بشكركم شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره في تمام الساعه 11 بكره ان شاء الله، حلقه بتبقى متاخره شويه، بنبدا الساعه 11، فاشوف حضراتكم بكره ان شاء الله. اشكركم ان شاء الله، التقي مع حضراتكم بكره على خير. شكرا جزيلا.